السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا زعماء؟ طبعا كلياتنا واجهنا مشكلة بعد التحديث الأخير اللي صار، تحديث السيزون الثالث. كتير في ناس كتبوا لي بالتعليقات بحر، عن جد بحر تعليقات، انه مالك احنا نزلنا اللعبة ولعبة عم تحدث كل شيء بس ما عم تشتغل، عم تضل واقفة على شاشة البداية، شو الحل؟ الحل يا شباب، في عنا حلين كتير بسيطين. تمام، انا تواصلت مع اللعبة، حكيت معهم، حكوا لي هن مالهم خبر اساسا بهي المشكلة. فحكى لي هو انه لازم يقولوا لي شو الاجهزه، اذا حدا عنده سكرين شوت او فيديو بالشيء اللي صار. طلبت انا من احد الشباب عشان ارفق لهم اياهم، وان شاء الله هن عم يشتغلوا على هذا الموضوع. في عنا شيء كمان، شو هو الشيء الثاني؟ انه يا معلم، انت لما بتصير معك هي المشكله، كل اللي عليك انك تعمله انك لو جهازك عربي، اللغه تبعيته عربي، تعمل اللغه انجليزي، تمام، وتجرب تشغل اللعبه. اذا ما اشتغلت خلي اللغة انجليزي وحذف في اللعبة وارجع نزلها. طيب بركي ما اشتغلت بعد ما انت عملت كل هاي الشغلات، في عندك حل. نرجع للحل الاساسي، انك انت تنزل برنامج التاب تاب، ومن التاب تاب تنزل اللعبة وتشتغل عليها، وان شاء الله تشتغل صحيح. ولكن هي الحلول لحد الان اللي موجودة، اللي نحن جربناها انا والشباب وزبطت. يعني كثير من الناس كتبوا لي انه جربناها واشتغلت، جربناها واشتغلت. الحل هو باللغة، أغلبية الأجهزة كانت عم تكون المشكلة فيها باللغة. فقال لي عليك تعمل أنك أنت تغير لغة الجهاز، لو ما صارت تحذف اللعبة ترجع تنزلها وأنت مغير لغة الجهاز، لو ما صارت نزل تاب تاب ونزل منه اللعبة وإن شاء الله تشتغل. فيا معلم، بعرف هذا الفيديو كان قصير وهذا كان الشرح لليوم، إن شاء الله تكون تنحل المشكلة مع أي شخص بواجهها. وإذا عجبك أدائي وش اسمه تقديمي للموضوع، شوف الفيديوهات اللي حطها لكم، فيديوهات اللي حطها لكم زي دوس امزر اللايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، حطها لكم في قناة الديسكورد، فتح على سبيل انستجرام. سلام.